متابعي قناه انفاس باريس، حنا الان تتواجدوا في مقاطعه مولاي رشيد بمدينه الدار البيضاء. مقاطعه مولاي رشيد بمدينه الدار البيضاء تكاد تكون هي المقاطعه الوحيده اللي باقى فيها مظاهر البداوه بشكل كبير، بحيث انك الحمير البغال، الدواب بصفه عامه، الانتشار تاع الازبال، الكلاب الضاله. علاش هذا المنطقه تاع مولاي رشيد ما قدرتش تخرج من هذه العباءات الماضي رغم التغييرات اللي عرفتها مجموعه من المقاطعات على مستوى مدينه الدار البيضاء؟ هذا السؤال حملناه لمجموعه من المتتبعين الشان المحلي سواء السياسيين او الجمعويين من اجل نعرف من اجل معرفه الجواب علاش سيدي مقاطعه مولاي رشيد ما قدرش تخرج من المأساة ومن الوضعيه اللي تتعرفها منذ عقود طويله. اول حاجه انا ابن منطقه مولاي رشيد. منطقه مولاي رشيد هي منطقه عزيزه على القلب، وصراحه كيحز في نفسي انني ملي كنشوف هذه المناظر هذه اللي كتشوفوا نتوما دابا حاليا والمشاكل اللي كتعانيها المنطقه. حنا كنعرفوا المنطقه هي منطقه كيطبع عليها الطابع البدوي، كنشاهدوا ان كاينين الحمير، الدواب، الكراس، اسواق عشوائيه، الازبال في كل مكان، تهميش، عدم الامن، الصحه، السكن غير لائق، البطاله. وصراحه كيحز في نفسي انني ما كنشوف هذه المشاكل كامله، ولكن وفي المقابل المنتخبون في ثبات عميق، وكاينين نقدر نقول لك هما في صراعات. واش بغينا نعرفوا واش هاد الصراعات هما في مصلحه المنطقه لخدمه المنطقه بوطنيه وغيره وحب وصدق وتحت توجهات ديال صاحب جلاله الملك نصره الله لتطبيق او تنزيل النموذج التنموي الجديد. سؤال وجيه اخ بوسته، المساله ديال علاش ما بغاش تخرج مقاطعه مولاي رشيد بحكم انتمائها للعماله ديال مولاي رشيد سيدي عثمان، مابغاش تخرج من ذاك الوضع المتأزم من حيث عدد الاسواق المهمشه، عدد المسائل اللي كتسيء للمنطقه، هو عدم الاهليه ديال بعض السياسيين اللي تعاقبوا عليها وبعض المجالس اللي ما قدروش يخرجوا بها لبر الامان ويكونوا وفق التطلعات ديال الساكنه ديالها. احنا كشباب دخلنا للغمار السياسه، علاش دخلنا اليوم للغمار السياسه؟ لاننا فعلا شفنا ان المنطقه بقات هي ان الساكنه طلبات منا حنا كشباب كاطور اننا ندخلوا للمجال السياسي واننا نبداو في التغيير. التغيير كان غيبدا اليوم مع اللائحه ديال عبد الاله الشكري، ولكن للاسف 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 غادي يبقى التكريس ديال السيستم القديم، غادي نعيشوا نفس الظروف، غنعيشوا نفس التهميش، غنعيشوا نفس السير. كيف يعقل ان واحد كيسير الشأن المحلي هذه 45 سنة؟ راه شيء لا يعقل، راه المنطقة ما بغاتش هذا الشيء. المنطقة مولاي رشيد ما خرجتش من الواقع ديالها لأنها تعرضت للتهميش والإقصاء، لأن المسيرين ديال المنطقة اللي كانوا هما مستحوذين وتسيروا المنطقة والشأن العام هذه مدة تقريبا ديال واحد 40 سنة، هما السبب في هاد الانحطاط وفي هاد الأزمة اللي وقع فيها منطقة حي مولاي رشيد. ويمكنش غتحلل هذه المشاكل بين عشيتين وضحاها، لان الا جينا نقارنوا بالمسيك مع مولاي رشيد راه كاين الفرق كبير بزاف، لان مولاي رشيد بالمسيك ما فيهاش الدواوير اللي هي كاينه في مولاي رشيد، لانه حنا كنهضروا على حساب بعلك. حنا حتى دابا واحد الكلمه اللي هي واحد المقوله، كاين بعض شي شباب دابا كيقول لك اودي هذه راه كان قالها الحاج رحال جبيل، قال بانه وضعي بركه. هو راه بالفعل ما كذبش بانه وضعي بركه، ايه بالفعل، بانه كانت واحد الدوار فين كاين دابا المركب الثقافي ديال مولاي رشيد، كانت واحد الضايه تماك في بركه، وكانوا تما كاين البحير، وكانوا عندنا البحير هنايا وبقات هذاك الشيء. المهم حتى بالنسبه للحي السدري اللي هو كيتسمى اول انجاز اللي هو كاين في التراب ديال مولاي رشيد، راه الناس راه تما كشرات البقاعي ديالها وكل شيء وما جهزوش لهم الارض، ما داروا لهم لا تزفيت لا والو، وبقات هذيك الحاله عايشينها حتى اضطر الحاج عبد الشعيب فوقار انه هو بمجلس العماله باش هذيك الفضاءات اللي كاينه تما كاين ديال الحدائق تباعت. من اجل اش؟ من اجل باش يجمعوا الفلوس باش يزفتوا حي السدري باش يديروا كوك. عندنا هنا في المسيره ثلاثه مشروعه تا هما عطاوهم نفس الشكل وكوك، بقى ما كاينش ذاك التزفيت ولا والو، بقاو الناس عايشين في واحد الحاله. السي محمد بدا في الوقت من جات وحده المدينه، السي محمد حط البرنامج سيد زبيد، حط البرنامج ديال حي السدري، زفت حي السدري، عاود هذاك الفيضان باش ما يبقاش تماك، شويه عاود ثاني من جنب الحاج مصطفى الحياه، حتى هو
كمل هو الانجاز. مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان كما تتعرفوا تتخرب واحد المنطقة الصناعية كبيرة في مدينة الدار البيضاء، فاش دارت المنطقة الصناعية في واحد الوقت من السنوات اعتقدوا السكان وشباب هذه المنطقة بأن غتكون واحد المجال باش يشتغلوا فيها وتغير تساهم أيضا في تغيير الوضعية تاع المنطقة دي. ولكن البعض يقول بأن مقاطعة مولاي رشيد تحولت إلى بمثابة واحد البزولة تستفد منها مقاطعات أخرى، ولكن الخير تاع هذه المقاطعة ما تستفدش منه. مولاي رشيد عنده مجموعه من الامكانيات ومجموعه من بين المنطقه الصناعيه، ولكن البعض تيقول بان بحال مولاي رشيد بالزوله تستافد منها مناطق اخرى على مستوى الدار البيضاء، ولكن هذيك الامكانيات ديالها ما تستافدش منها مولاي رشيد، والوضعيه تاع مولاي رشيد هي تتعكس هذه الهضره هذه. تماما، كما هو معروف عماله مولاي رشيد سيدي عثمان عندما ماشي غير الحي الصناعي بل في التراب ديالها وفيما يخص كاع، حيت هي مقسومه ما بين مقاطعة مولاي رشيد ومقاطعة سيدي عثمان. غير مقاطعة سيدي عثمان جميع المرافق الكبرى من المجازر كما دائما كنا كنقولوا، المجازر الكبرى لا ديال اللحوم لا ديال الاسماك لا ديال الدواجن، لا سوق الجملة للخضر والفواكه، لا منشآت رياضية بحال النادي ديال الفروسية، يعني منشآت عديدة ما قدراش تستافد منها مقاطعة سيدي عثمان أو مقاطعة مولاي رشيد بحكم تواجد الحي الصناعي ديالها. هنا تيحي لنا بأن كما قلت يا إما المجالس اللي تتعاقب عليها كانت ما عندهاش بعد رؤية أو ما كانتش عندها قوة ودينامية في الأطر اللي يتنافسوا من أجل الرئاسة ديالها أو باش يكونوا أعضاء فيها، ما قدروش أنهم يخرجوا بالمنطقة ويحاولوا يستغلوا هذوك الموارد المالية والصناعية والاقتصادية باش تعود بالنفع على المنطقة. إلا جيتي تشوف اليوم هذا التحالف والتوافق اللي دار ضد هذه اللائحة، علاش؟ دار فعلا لأنهم كيشوفوا أن مقاطعة مولاي رشيد مرجع للاستغناء، مرتع لانهم يديروا الثروات. مولاي رشيد هي منطقه كبيره على سعد الدار البيضاء، وفيها حي صناعي كبير، وفيها واحد التنميه. للاسف الاقتصاد ديالها والمال ديالها ما كيبقاش على مستوى الواقع نهائيا. وعندنا احنا ما داخلين في مولاي رشيد، راه عندنا دابا عندنا سوق الجمال، عندنا ديال التبريد، عندنا البطوار، عندنا دابا تمن الديكي ديال الحوت هو طلع عندنا، عندنا واحد المجموعه ديال المرشي ديال الدجاج حتى هو طلع، واحد المجموعه ديال سميتو زايد على مستوى العماله مولاي رشيد. عماله مولاي رشيد دابا بالنسبه لنا هذا الحي الصناعي، هو حي الصناعي ما كنستافدوش منه حنا كاع كساكنه بعدا، حتى الشباب ديالو ما كيستافدوش من التشغيل ديالهم في تما كاين، وحنايا ديما كنوجهوا النداء للساكنه كنقول لهم اودي بانكم خاصكم تعاونوا. خصنا نعرفوا ان مولاي رشيد هو كيسخر عنده مرافق اقتصاديه، ونذكروا منه هو حي الصناعي. حي الصناعي نهار تخدا داك المشروع انه باش يتحط في حي مولاي رشيد كان على اساس محاربه البطاله في منطقه مولاي رشيد، فاذا به كنشاهدوا تما الاغلبيه خدامين غير البراني كيجي كيكري هنا، ولاد المنطقه كلهم كما كنقولوا بيطاليين، حتى واحد ما خدام، حتى واحد اي واحد مسكين كدوا ما كيقول لك العرق غير خدمني، ولو باغي نخدموا غير في الزبل. وخير دليل واماكن كاين الناس اللي استغلوا شباب في الفتره هذه، خدموا معاهم في الحملات الانتخابيه على اساس انهم باش يخدمون في قطاع النظافه، والامثله كثيره. وخير دليل كنعاود نقول لك هو ما شاهدنا من صراعات اللي صالح، وبصراحه حز في النفس ديالي انهم يكونوا سياسيين ويتصارعوا على قبل المصالح، وبغينا نعرفوا هاد المصالح واش مصالح هي مصالح المصلحه العامه او المصلحه الشخصيه، واش كيضربوا على المصلحه العامه والمصلحه الشخصيه.